الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. كشف النائب موحان هاشم الساعدي عن عملية ابتزاز تمارسها جهات متنفذة للحصول على امتيازات ضمن مشاريع بغداد، وأوضح الساعدي أن هناك محاولات ابتزاز خطيرة من قبل شخصيات سياسية تسعى للحصول على منافع شخصية، حيث تضغط من أجل تأمين مكاسب لها في المشاريع المدرجة ضمن قانون الأمن الغذائي الخاص بتطوير بغداد، محذراً من الاستمرار في تلك المحاولات التي ستؤدي إلى عرقلة عمل محافظة بغداد وتعطيل الكثير من المشاريع في بغداد. قال أعضاء في اللجنة المالية النيابية إن العجز في موازنة العام الحالي وصل إلى أكثر من 50 تريليون دينار، وأن عدد موظفي العراق سيصل إلى 4 ملايين موظف بسبب الزيادة الحاصلة في التعيينات بموازنة 2023. وألفت الأعضاء إلى أنه تم احتساب سعر برميل النفط ب 65 دولارا، وعلى هذا الأساس يحتسب الوارد بما يقارب 129 تريليون دينار، يضاف إليها الضرائب والجباية لتصل إلى 149 تريليون دينار. وكان من المفترض أن تكون موازنة العام الحالي 200 تريليون دينار، ما يعني أن العجز يصل إلى أكثر من 50 تريليون دينار. توقع خبراء اقتصاديون 6 تبعات وصفوها بالمخيفة بسبب استمرار ارتفاع الدولار في ظل النظام المصرفي الأمريكي الجديد الذي يقنن تهريب العملة وتحويلها إلى خارج البلاد. وأكد الخبراء أن أسعار السلع المستوردة ستواصل ارتفاعها توازياً مع زيادة التضخم وتعطل الآلية التي يتبعها البنك المركزي لسحب السيولة الزائدة من النقد الأجنبي من السوق، فضلاً عن اضطرار الأخير لطباعة المزيد من العملة دون رصيد لتسديد التزامات الحكومة. كشف خبراء اقتصاديون عن مخاوف من لجوء الحكومة إلى طبع كتلة نقدية بمبلغ يبدأ من 82 تريليون دينار إلى 87 تريليون دينار. وقال الخبراء إن خطوة اللجوء إلى طبع كتلة من الدينار جاءت بسبب عدم مقدرة البنك المركزي على سحب سيولة نقدية من الدينار مقابل وجود إنفاق عام كبير منه، مشيرين إلى أن ذلك الإجراء سيؤدي إلى خفض قيمة الدينار أكثر وارتفاع مستوى التضخم. ذكرت وكالة رويترز أن العراق وشركة النفط الفرنسية توتال لم يتوصلا لتسوية نقاط رئيسية عالقة في اتفاق طاقة تأجل طويلاً بقيمة 27 مليار دولار. وأوضحت رويترز أن الطرفين وقعا الاتفاق عام 2021، وينص على إنشاء شركة توتال الفرنسية 4 مشاريع للنفط والغاز والطاقة المتجددة باستثمارات أولية قدرها 10 مليارات دولار في جنوب العراق على مدى 25 عاماً، مضيفة أن الاتفاق شهد عدة انتكاسات وسط خلافات بين ساسة عراقيين بشأن شروطه. أما الآن فإلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن. ختام الموجز، إلى اللقاء.